السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من خمس أشياء. اليوم راح نتكلم عن خمس سلاسل ألعاب رعب اختفت للأبد ولا شكلها راح ترجع. لما كانت كابكوم جايبة العيد بالجيل الماضي مع تحويلهم سلسلة أرزنتيفل للعبة أكشن أكثر من الرعب، EA وفريق التطوير فيسرال جيمز أخذوا محلهم وعطونا واحد من أفضل ألعاب الرعب بالمنظور الثالث، وهي ديد سبيس اللي نزل لها ثلاثة أجزاء رئيسية على الجيل الماضي. الجزء الأول نزل في 2008 وعشقها الكثير من اللاعبين. الجزء الثاني كان ممتاز أيضا، لكن مع الجزء الثالث اللعبة تغير ميولها وصارت أكشنية. اللي يميز هذه السلسلة هو طابع الخيال العلمي فيها واسلوب اللعب الممتع اللي قدمت وحوش مختلفة وكل واحد له نقطة ضعف مختلفة. للأسف جدا صعب نشوف اللعبة حاليا لأن الفريق اللي يشتغل عليها قفل وكل اللي يشتغلوا عليها انتقلوا إلى فرق وشركات مختلفة ثانية. فإذا بنشوف شيء لها من EA فممكن نقول ريماستر. سايرن، هذه هي سلسلة ألعاب الرعب من تطوير استديوهات سوني اليابانية وكانت تحت يد فريق بروجكت سايرن. هذا الفريق كان في مجموعة من المطورين كانوا يشتغلون على سلسلة سايلنت هيل، وأول جزء لهذه السلسلة الحصرية على منصات سوني نزل في 2003 على البلاي ستيشن 2، وأحداث اللعبة كانت في قرى يابانية مهجورة بتعيش فيها قصص الأشباح اليابانية. سوني طبعا ما وقفت بعد هذا الجزء وعطتنا جزئين، واحد على البلاي ستيشن 2 والثاني على البلاي ستيشن 3 في 2008. بعدها السلسلة اختفت تماما. مراجعات اللعبة كانت إيجابية لكن ما باعت كثير في السوق، وهذا خلت سوني تنساها وخلت فريق التطوير اللي يشتغل عليها يقدم لنا ألعاب ثانية مختلفة مثل سلسلة جرافيتي رش. مر على هذه السلسلة وقت كثير وقليل اللي يعرفها، فغالبا سوني ما راح تغامر وتقدمها لنا مرة ثانية. فير كانت لعبة نجاة وأكشن بالمنظور الأول اللي نزل الجزء الأول حقها في 2005 على أجهزة الجيل الماضي والبي سي. الكثير حب اللعبة لدرجة فريق مونوليث برودكشن عطاها جزء ثاني في سنة 2009، لكن للأسف ما حققت مبيعات مرتفعة مثل الجزء الأول، وكان ودهم يطورون جزء ثالث لكن شركة وارنر براذرز اللي تملك فريق مونوليث أجبرتهم في تطوير مشروع ثاني وخلت فريق ثاني يطور الجزء الثالث من اللعبة اللي حاسوا اللعبة تماما وحطوا فيها طور جماعي. وطبعا مراجعات الجزء الثالث كانت سلبية مرة والمبيعات ضعيفة جدا. كل هذه العوامل خلت فريق التطوير اللعبة الأصلية وشركة الناشر يأسون من هذا المشروع وينسونه. كابكم على أيام البلاي ستيشن 1 كانت متفلتة وخاصة في ألعاب الرعب والنجاة والأكشن، وأحد هذه الألعاب المميزة هي داينو كرايسيس اللي نزل لها ثلاثة أجزاء. الأول نزل في 1999 وكان من نفس الفريق اللي أعطانا سلسلة ريزيدنت إيفل، وطبعا بقيادة المخرج العظيم شينجي ميكامي، وكان طابع الرعب فيها مميز ومختلف عن باقي الألعاب خاصة ببيئتها والديناصورات اللي تواجههم. الجزء الثاني أخذ توجه أكشني أكثر من الجزء الأول ومع ذلك كانت جدا ممتعة، بينما الجزء الثالث اللي صدر على جهاز الإكس بوكس كان سيء جدا وغريب لأنه يأخذك للمستقبل ويخليك تقاتل ديناصورات شبه آلية، وأسلوب اللعب كان غريب وله موزون مثل أسلوب اللعب الأجزاء السابقة. ومن بعد الجزء الثالث اختفت السلسلة تماما، وهذا بسبب القرارات السيئة من كابكوم ومبيعات اللعبة الضعيفة. بكل صراحة ودنا نشوف ريميك لها على نفس محرك ريزيدنت إيفل 2، لكن كابكوم نسيتها تماما وركزت بشكل كبير على ريزيدنت إيفل. هذه السلسلة صنعها نفس الفريق اللي طور لنا لعبة فير، لكن أحداثها تصير في مصحة وراح تحاول تستعمل كل شيء تحصله كسلاح حتى تنقذ نفسك. كندمت كانت لعبة مميزة على وقت صدورها، خاصة حل الألغاز فيها بحيث تقعد تدور عن البصمات وأشياء ثانية. اللعبة نزل لها جزء ثاني في 2008 والكثير كان معجب بالجزء الثاني، لكن للأسف ما باعت كويس، وطلع وقتها فريق مونوليث برودكشنز ووضحوا بأن سبب قلة المبيعات هو بأن التوجه أغلب ألعاب المنظور الأول في ذاك الوقت كان يميل أكثر لأطوار اللعب الجماعي، فكان صعب تصدر لعبة رعب بمنظور أول بطور فردي. طبعا هو شيء شبه المستحيل بأننا بنشوف جزء جديد من هذه السلسلة، خاصة مع تركيز فريق مونوليث على ألعاب ميدل إيرث من سلسلة لورد أوف ذا رينجز.
هذه كانت 5 سلاسل ألعاب رعب اختفت. شاركونا بالتعليقات بأسماء ألعاب رعب اختفت تحبونها. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.